الراجل اللهيب الاصلي او اللهيب المانجا يبدا يفوز اكيد. اللهيب المانجا سوف يخسر. This is going to be awkward, guys, if it wins. Oh, what? What? يا أصدقاء, والله العظيم, what? أهلاً وسهلاً شباب, أنا إيمي كيو. اليوم يا أصدقاء, عندنا ماراثون نزالات بين البلابل من الجزء الثاني ضد البلابل من الجزء الأول. إذن يا أصدقاء, لنبدأ هذا المعركة. سنبدأ المعركة مع البلبلين, ومن يفوز في النزال سوف يواجه البلبل الآخر أو البلبل التالي. So what's gonna be like this? So it's gonna be like this. So we're gonna take two Beyblades from any generation, and whoever wins will battle the next Bey. هذا هو القوانين يا أصدقاء. لنبدأ هذا النزالات, هذه المعركة. إذن alright, let's do it. So يا أصدقاء, بنختار البلابل عشوائي, so it's gonna be random. And so لنبدأ هذا المعركة. So أصدقاء, النزال الأول سوف يكون بين أودين أو تو ضد هينوكس. يا أصدقاء شفتم؟ لنبدأ. 3-2-1 انطلاق انطلاق. من سوف يفوز, تحطيم ولا شو يا أصدقاء؟ واو, بيرست فينيش. أوداكس فاز. أوداكس أمي أوداكس فاز. الآن يواجه البلبل التالي, هو يكون This Bey Blade Genius. لنبدأ. 3-2-1 انطلاق انطلاق. تحطيم. Is Odin gonna win? سوف يفوز؟ نعم أم لا؟ واو, خسر أكيد. 1-0. الآن يواجه هذا البلبل, سوف يواجه اللهيب الأصلي أو اللهيب المانجا. لنبدأ. من سوف يفوز؟ أكيد اللهيب المانجا سوف يخسر. This is gonna be awkward, guys, if it wins. What? What? يا أصدقاء, والله العظيم, what? No way. No way, اللهيب المانجا فاز. واو, that's insane. سو أصدقاء, اللهيب المانجا سوف يواجه الخفاش. 3-2-1 انطلاق انطلاق. واو, حسن تحطيم البلبل. Of course it's a weak baby, but I can't believe it, like فاز. I can't believe it. يا أصدقاء, الخفاش سوف يواجه الشجاع. Okay, frame model كسر, so look, it broke, so I can't use it anyways. أنا بنعمل نزال بين البلبلين, شجاع ولا الخفاش, لنرى. 3-2-1 انطلاق انطلاق. الشجاع القصوى, استخدم الهجوم القصوى. اوه, تعادل. اوكي يا اصدقاء, بنعمل نزال اخرى, نرى من سوف يفوز. اوكي, النزال الثاني. 3-2-1 انطلاق انطلاق. اكيد الشجاع سوف يفوز. نعم, فاز بتحطيم البلبل, اكيد اكيد. اوكي, الان الشجاع سوف يواجه خصما قوي, هو السيف. لنرى من سوف يفوز يا اصدقاء. انطلاق انطلاق. السيف ولا الشجاع؟ تعادل. وات؟ 3-2-1 انطلاق انطلاق. رباط قوي. من سوف يفوز, السيف ولا شو؟ واو, فاز السيف. فاز. واو, فاز بتحطيم البلبل. السيف الان سوف يواجه خصما قوي, صديقه. اوكي, ليتس سي وينز. اوكي,
يونيكريست. Who's gonna win يا أصدقاء؟ انطلاق. السيف تحطيم البلبل. فليكاته قوي. فليكات السيف قوي. واو فاز. شفتم؟ I told you. فليكات مالو قوي. شفتم؟ شفتم الصوت؟ It's strong. النزال التالي سوف يكون بين the what's called الروسل. يا أصدقاء نبدأ. 3 2 1 انطلاق. ولكن خسر أول مرة. خسر. أوكي هوش is going on the attack. سوف يواجه الشجاع الكلاسيك. الشجاع المنتصر. لنبدأ يا أصدقاء لنعمل النزال. 3 2 1 انطلاق. انطلاق وضربات قوية. يفوز أم لا الشجاع؟ لا الشجاع خسر. نو أوكي هذا البلبل الآن سوف يواجه بيبي بليد نبتيون. لنبدأ. 3 2 1 انطلاق. خسر نبتيون. خسر. Okay, now this baby is gonna go against الزعيم الوقت. هنا رامل سوف يفوز. Okay, 3 2 1 انطلاق. زعيم خسر. It's very strong actually, but it lost. Oh my god. Okay, so يواجه البلبل. شو اسمه المنجل. سيواجه المنجل. اذا نبدا. 3 3 2 1 انطلاق. انطلاق المنجل. سوف يحطم ولا شيء يا اصدقاء. لا خسر. لا خسر. Wow, this base taking the lead. Oh my god. هاروسو سوف يواجه الخفاش. اوكي بلبلان تحملان لنرى من سوف يفوز. انطلاق. انطلاق. Which has better stamina يا اصدقاء؟ نو 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 نو. من سوف يفوز؟ هاروسود؟ وات؟ وات؟ يا اصدقاء فاز. فاز. هاروسود فاز. كيف؟ How is this going on? Okay. الآن هاروسود سوف يواجه المنجل الجارح. لنبدأ. 3 2 1 انطلاق. انطلاق. منجل. سوف يفوز. Oh my god. المنجل خسر لبلبل تحمل for stamina type. What؟ الآن هاروسود سوف يواجه الوميض. هنا رامن سوف يفوز. واحد انطلاق. انطلاق. أكيد وميض سوف يفوز. تحتيم البلبل. Please tell me وميض سوف يفوز. نعم أكيد. أكيد يا أصدقاء. وميض؟ لا لا خسر. What's going on؟ وميض خسر. وميض خسر لهذا البلبل. What is going on؟ Okay خسر. This baby did not lose. This baby did not yet lose. What is going on يا أصدقاء؟ Okay. الآن هذا البلبل سوف يواجه ساتون. ساتون. أوكي. لنبدأ. 3 2 1 انطلاق. انطلاق. دفاع بالتحمل. ضربات قوي. من سوف يفوز؟ سوف يخسر. Please tell me. سوف يخسر. نعم. Finally يا أصدقاء خسر. No.
This bay is going against Kirby S. نعم كيربيس كيربيس فاز الآن كيربيس سوف يواجه البراتن أوكي دين الله من سوف يفوز أوكي بعمل هاند سبين يا أصدقاء بعمل هاند سبين يا رب ثلاثة اثنان واحد انطلاق فوز نعم كيربيس فاز الآن بستخدم الجهاز الانطلاق أوكي اثنان واحد انطلاق انطلاق متى بفوز؟ براثن خسر just by a little bit Kirby's won كيف؟ اوكي براثن خسر الان بنعمل نزال بين اللهيب الاسطوري ضد كيربيس نبدا انطلاق انطلاق واو كيربيس سوف يخسر لا وات كيربيس فاز الآن بنعمل نزال بين اللهيب الأسطوري اللهيب الحار لنرى من سوف يفوز نوعه تحمل ثلاثي ويلز واحد انطلاق انطلاق من سوف يفوز وين كيربيس ولا شو اسمه اللهيب الحار دفاع بالتحمل ضربات مستوي Balance of attack, so it's neither gonna be hard nor slow, so it's just balance. Mental Bafoos! Is this gonna be end for Kirby's? No! Kirby's first! Wow! الآن هذا البلبل سوف يواجه أقوى بلبل في الجزء الثاني، ثالث، الثاني، الوميض المظلم. بتحطيم البلبل الوميض اخيرا فاز بتحطيم البلبل الان هذا البلبل سوف يواجه التنين العصف ثلاثة ثم واحد انطلاق انطلاق أوه ضربات قوي نزل فيوس في هذا النزال التنين العصفي فاز في هذا النزال واو اوكي الان بنعمل نزال بين التنين العصف من التنين من باتل بيرست ضد التنين من باتل بيرست ايفولوشن لنبدا ثلاثة اثنان واحد انطلق انطلق دفاع ضد هجوم واو البلبل من الجزء الاول فاز اوكي واو اوكي خربين حامي المحيط اوف كورس ضد التنين لنبدا يسار ضد يمين لنرى من سوف يفوز 3 2 1 اتوميك ضد اوربت نرام سوف يفوز في هذا النزال ضربات ضعيف ولكن بس انا من سوف يفوز ما اعرف من سوف يفوز التنين التنين العصف نو 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 التنين العصف فاز
تعادل. That's good, that's good. حامي فاز في هذا النزال. الآن حامي سوف يواجه السيف. لنرى من سوف يفوز. انطلق السيف. أوه. من سوف يفوز؟ فاز بتحطيم البلبل. أكيد السيف فاز بتحطيم البلبل. اوكي النزال الاخرى سوف يكون بين الرمح اللولبي. شفتم الرمح اللولبي ضد السيف. واحد انطلاق انطلاق. السيف سوف يفوز بتحطيم البلبل. فاز بتحطيم البلبل. will win and won. اوكي الان السيف سوف يواجه صديقه. انطلاق انطلاق. فاز بتحطيم البلبل مرة ثانية. اوكي واو. الان سوف يواجه خصمه او صديقه اللهيب الأسطوري اللهيب. انطلاق انطلاق. حديد ضد بلاستيك. أكيد الحديد سوف يفوز. فاز. الآن يا أصدقاء السيف الوهاج سوف يواجه صديقه زوس. زيليان زوس. انطلاق انطلاق. بتحطيم البلبل. يا أصدقاء الفائز هو السيف الوهاج. فاز بتحطيم البلبل وهو الأول والأول وفاز في هذا الماراثون يا أصدقاء. إذن شكرا لمشاهدة هذا الفيديو. اشترك الآن. Thank you for watching this video. اشترك الآن. See you next time يا أصدقاء. مع السلامة. إلى اللقاء.